اليوم 7 مايو 2023، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تحتفل بالذكرى 46 لتأسيسها. تقريباً 5 عقود من نضال اللي قادته الرابطة بمناضلتها ومناضليها باش تونس تكون من البلدان اللي تعامل مواطنيها ومواطناتها على أساس المساواة التامة والاحترام الكامل للحقوق والحريات الفردية والجماعية. برشا محطات عاشتها الرابطة في الفترة هذه وخلتها رغم كل العراقيل تستمر بصفتها المنظمة الحقوقية الرئيسية في تونس. الرابطة هي أول جمعية حقوقية في تونس، في إفريقيا وفي العالم العربي. تأسست في ظروف صعيبة عام 1977 في زمن الحزب الواحد والرأي الواحد. من وقت تأسيسها وهي مواصلة نضالها من أجل الحريات وحقوق الإنسان والمساواة والعدالة، وقاعدة تلعب في دورها الريادي في رصد الانتهاكات في كامل تراب الجمهورية. ورغم كل التضييقات بلغت عليهم وخرجت تقاريرها. من 2011 تحول نضال الرابطة لفئة أكبر من الشعب التونسي، ولعب دور كبير مع مكونات المجتمع المدني في تونس والخارج في إنجاح أول انتخابات ديمقراطية وشفافة في البلاد. في وقت كانت فيه تونس تتعرض لخطر الإرهاب والانقسامات والاغتيالات السياسية، ساهمت الرابطة مع المنظمات الوطنية في الحفاظ على السلم الاجتماعي عن طريق الحوار الوطني وخريطة الطريق اللي خرجت بلادنا من أزمتها. ونجاح هذا خلى الرابطة تتحصل على جائزة نوبل للسلام مع شركائها، وهكا دخلت التجربة التونسية للتاريخ وزاد إشعاع الرابطة في الداخل والخارج. بعد نجاح مؤتمرها الثامن اللي تنظم في نوفمبر 2022، تواصل الرابطة رصدها للانتهاكات في المراكز السلبة للحرية ونشر ثقافة حقوق الإنسان ومناصرتها للقضايا العادلة والدفاع على الحقوق والحريات. واليوم كما العادة الرابطة شادة صحيح في دعم القيم الديمقراطية والدولة المدنية مع شركائها من المجتمع المدني، وهكذا تبقى الرابطة وفية لشعارها كل الحقوق لكل الناس بدون إقصاء ولا تمييز.